and action. مرحبا بكم. المخرج عامر سلامة ومدير الإضاءة والتصوير أحمد بشاري هما ضيفاي اليوم على سكاي نيوز عربية. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بك. أهلا بك. لأن دائما أنا بحب اللقاءات يلي بتترافق مع نجاحات كبيرة. من ضمن الأفلام يلي أنت عملتها مؤخرا واللي أخذت هذا الضجة الكتير كبيرة وحبوها العالم كان برا المنهج، فيلم جميل وخاص وبياخدك لعالم آخر، وبعتقد أنه هي مهمة السينما. عمر، أنت كتبت وأخرجت النص. الفيلم كان مهم فيه أن أنا أديله طابع سحري شوية، وأن هو يبقى تحس أنك دخلتي مكان وزمن مختلفين. علشان كده حتى في اول الفيلم اول حاجه بتتقال في الفيلم في مكان ليس هنا وفي وقت ليس الان، لانه الفيلم على قد ما اقدر كنت بحاول اخليه خاص في ظروفه، يعني لان عشان الناس تتقبل قصه الفيلم وفكره الفيلم كنت حاسس ان انا محتاج اخدهم لمكان تاني يعطلوا فيه عقلهم النقدي ويسرحوا فيه مع الفيلم. انا بحس بقى انه شيكو يعني كمدير إضاءة وتصوير في بيناتكم شراكة حلوة، بحسه بيقرأ عالمك حقيقة بشكل صح أو بيدخل فيه، لذلك بتجي الصورة بتشبه كتير الكلام المكتوب، على يعني بتحس فيه هيك شيء سموذي بين الإخراج، في هارموني كتير غريبة ما شفتها قبل هالمرة بالشراكات. هلا لا قول انت لا قول رأيك بس الأول وبعد قول رأيك في الموضوع. لا شيكو، انا عايز اقول حاجه، يعني انا شيكو فعلا من الناس القليله اللي هو لو مش معايا بحس ان انا ناقص بجد وانا شغال، لانه ببقى مستريح وببقى في حته كده اطمنت منها، لان عارف ان احنا خلاص اتكلمنا عن الفيلم واتناقشنا فيه ووصلنا ان احنا عايزين نعمل فيه ايه، خلاص انا بصور وانا مش عايز، يعني مش مركز معاه في حاجه، خلاص هو شال عني الحمل بتاع الصوره هيطلع شكلها عامل ازاي، لان احنا خلاص اللي اتفقنا عليه عارف انه هيطلع باحسن شكل في الاخر. غير كده احنا هننزل الكويه، يعني فدي حاجه ما تقولش الحاجات دي تتحسد. بس طبعا عمرو بيقعد يقول ان هو انه واحنا مع بعض انا ببقى شايل من دماغي الكلام ده وبتاع، ده بنسبه كلام. لا هو برضو يعني طول الوقت طبيعي، وده طبيعي، بس طول الوقت بيبقى معرفش هو بيبقى قاصد ان هو يبقى دؤوب قوي ولا بيبقى قاصد يعني يرغس فيا حته كده اللي هو ايه، لازم يديني حته انه لا انا مش متاكد 100% او مش واثق في 100%، فخليني انا كمان طول الوقت مش واثق 100% في اللي بيحصل، فطول الوقت مركز كده اللي هو ايه، طب هو ده عمرو، هو ده اللي احنا متفقين عليه، هو ده، فهو حتى لو هو انا خلاص حفظته ما بقاش يقول لي تمام، هو عمرو ما بيديكيش تمام دي ابدا انسى يعني. فبيحسسك انه اهو بص هي بتبقى النظره دي، بيحسسك انه تمام دي فبتفضل طول مش الوقت تمام اللي بس دي ايجابيه بالنسبه لي، ان هي ما بتريحنيش طول الوقت، بتخليني ايه عايز اوصل اكتر، عايز اقرب اكتر للي في دماغه مثلا. في مكان ليس هنا ووقت ليس الان، كان هناك ولد اسمه نور، طفل مثالي وتلميذ نجيب. السطح اللي بتطل على بيت الاشباح. لا لا، في ثالث اتذنب هنا وشاف الشبح. طفل شجاع وبذرة لنبتة مواطن واعد لا يخشى شيء. يعني بتحس منه شيء حقيقي، هل هذا الجمال نحن فعلا موجود عندنا ونحن مو شايفينه، ولا انت لانه عينك بتصيب او لانه هو؟ لا اعتقد هو في كذا حتة في الفيلم، ودي شيء بسطني جدا امبارح، في كذا حتة في الفيلم من كتر ما الناس شايفاها جميلة فاكراها جرافيكس او معموله بالكمبيوتر، وفي مشاهد جرافيكس الناس ما عرفتش انها جرافيكس، يعني في يعني مثلا البيت كله مش موجود، يعني البيت كله
ده جرافيكس. مستحيل والله، يعني البيت كله مش موجود، يعني البيت احنا كان صورنا بس هو موجود الحقيقي منه الدور الارضي بس، بس كل الباقي البيت ده مش موجود خالص في الحقيقه. والناس ما خدتش بالها الحمد لله. وفي نفس الوقت المشاهد التانية زي مثلا السماء او كده ناس فاكرها جرافيكس، وهي مش جرافيكس، هي مجرد ان احنا اخترنا نصوره بشكل معين، لو لوناه في التلوين تصحيح الالوان بشكل معين. ومن كتر ما المكان نفسه جميل فعلا، فده خلى الناس تفتكره جرافيكس. وده بيعود كمان للمعينات، لانه الفيلم ده على قد ما انا سعيد ان الناس شايفاه بسيط، بس هو كان معقد جدا في فكره ان احنا عشان نلاقي الاماكن التصوير صح، احنا فعلا عينا الفيلم ده كتير جدا جدا جدا، يعني بشكل مش معقول يعني. وكمان الديكور اللي في الفيلم الناس ما عرفتش انه ديكور، فده شيء هايل يعني. بيت الطفل ده كله ديكور مش حقيقي حقيقه. في مشاهد بالفيلم يعني مثلا لما كان ماجد عم بيبكي جوا يعني بالحته بالزبط. والولد عم يحكي معه من برا، انا كنت عم طلع عم بقول هذا اكيد مكان قديم وكثير وسخ وقذر. yes, yes. فهو كيف قاعد لورا؟ yes. فعلا كنت عم فكر yes. بهي المطارح انا وعم شوف yes. الفيلم. ده مكان حقيقي، بس برضه علي حسام مهندس الديكور عمل مجهود فيه كبير جدا. يعني كان فعلا بدروم حقيقي تحت الارض. بس البيت نفسه الناس مش تعرفوا انه البيت متقسم على اربع اماكن تصوير، في مشاهد كتير جدا ممكن يبقى ماجد بيتكلم مع الطفل، ماجد ده في مكان، والطفل اللي هو في جوه نفس المشهد بيرد عليه في مكان تاني خالص بعدها بشهور. ده في مكان وزمان وده في مكان وزمان. يعني فعلا مشاهد الطفل وماجد، الزاويه بتاعت ماجد دي مصوره شهر 9 2020، شطات الولد في نفس الديالوج متصوره 6 2021 في مكان تاني خالص. يعني فده كان يعني يبان للناس انه مشهد عادي جدا، بس احنا عشان نعرف نظبط، لان البيت الحقيقي اللي احنا مصورين فيه ده في مكان شارع زحمه جدا جدا، والزاويه الثانيه اللي هي الجنينه دي ده في مكان تاني خالص في بعدها بست شهور. فده عشان يتظبط من تصوير واخراج مساعدين وديكور كان صعب جدا. مشان هيك شيكو انت بالنسبه لك الموضوع بقدر ما هو ممتع هو عقاب يعني؟ لا لا خالص، مش عقاب ولا حاجه، بالعكس. هو انا 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 واحد من الناس لما بلاقي حاجه فيها تشالنج انا ببسط، انا ما بحبش الموضوع السهل قوي يعني، باخدها انا واخد الموضوع مش بس كشغل، واخده كلعبه بيني وبين نفسي. انا حابب انه يعني دايما لما بيبقى في حاجه صعبه ومطلوبه مني تتعمل وتتعمل وربنا يوفقني فيها يعني بشكل كبير، ده بالنسبه لي تشالنج محترم وبحبه، ما بحبش الموضوع يبقى سهل كده وخلاص. طب نجي للديو بينك وبين عمر، شراكه ناجحه جدا. تمام. اول ما عمر بدق لك بيقول لك يا شيكو انا بفكر، بتخاف؟ هو طبيعي تقلق يعني، هو طبيعي انا بيبقى قلقي، بس بجد مش حاجه. هو عمر على فكره بنحب نشتغل مع بعض وفي تفاهم في اللوكيشن مع بعض، بس قلقي كله بيبقى هل انا فعلا وصلت لل في دماغك ولا ده ايه يعني. انت هو دايما عاده بيحكي لي حاجات يعني في الشرح مش اسهل حاجه، مش اسهل حاجه ان انت تفهم المخرج هو يقصد ايه بالظبط علشان اترجم ده بصريا، مش دايما سهل. وببقى شايف ان دي اصعب حاجه، اصعب مهمه عندي. الـ عمليا هيحصل ان شاء الله، هيحصل سهل، بس الصعب ان احنا ابقى فاهم هو ده اللي انت بتقوله، هو ده اللي انت حكيته لي، طب ده اللي انت شايفه، ويبدا يوريني زي ريفرنسز بعيد عننا، بس يقول لي من هنا احنا الروح دي، من هنا احنا الحاله دي، من هنا. اقعد بقى انا اجمع مع نفسي كده فتره الروح والحاله والشكل جلسه تحضير ارواح بالظبط، ونوصل ان شاء الله في اللوكيشن. هو ده هو ده عمر اللي احنا الى حد ما فيه. ف يعني دي الطريقه يعني. يا ولد تعيان ولا ايه؟ لا اتصغط. هو انت دخلت عند الشبح فعلا؟ انت مين؟ انا ما اسميش عماشي، انا اسمي نور. انت مجنون يا ابني. ايوه مجنون، اسم حلو زي نور الشريف. يا شعب مصر العظيم، ايه في ايه؟ اسمع يا شعب، خاف مني على قالك الاشباح. نجي للممثلين. طبعا انا على الصعيد الشخصي بحس انه ماجد كدواني هو بطلي المفضل في السنوات الاخيره، لانه هو ممثل رائع يعني ما بيخذلك على صعيد التمثيل. في طفل صغير هو كمان كان بطل الحكايه. هلا انا بعرف انه ماجد حدا محترف، اعتقد قياده هذا النوع من الممثلين المحترفين بتضل يمكن اسهل، لانه هو بيعرف كيف يقرا كاركتر. طب الطفل الصغير كيف كان عم بيتعامل معكم انتم الاثنين؟ لانه انا امبارح شفت كاركتر واعي كثير وناضج، رغم انه هو طفل حتى بيقول كلمات اكبر من عمره. قال لي انا
قال لي ده انت هتتبهري كلمه تنبهري ما بيقولوها اطفال حقيقه. لا عمر طبعا عنده ذكاء خارق وعمر اول ما بدانا نعمل اوديشنز وكاستنج ونلاقي الاطفال ونعمل لهم تجارب اداء عملنا تجارب اداء للاطفال كتير جدا. عمر كان من الناس المميزين جدا وعنده عينين كويسة جدا تعرف توصل احاسيس كتير. وحتى كان في تحدي لان اكتر حاجة بتوصل الاحساس ساعات بتبقى العينين والفيلم طول الوقت هو لابس فيه نظارة مش نظيفة فهو عاملة فازاي هعرف ومكسورة فازاي هعرف بالطفل اوصل بيه كل الاحاسيس اللي انا عايز اوصلها. فقعدنا كتير لان ممكن يكون الطفل ده على فكرة موهوب بس مش ذكي ممكن يكون موهوب وذكي بس لما يتحط تحت ضغط ما عرفش يمثل ممكن يكون موجود وذكي وبيعرف يتحط تحت ضغط بس ما عندوش الاحتمال للظروف التصوير نفسها وانه يعرف يتحمل. احنا عندنا مشاهد ساعات ليل فهيسهر وشاهد هنصحى بدري قوي نصور. فعمر بصراحة من الاطفال اللي عرفوا يعملوا ده بشكل هايل وبصراحة يمكن وقت التصوير لا عمر من اقل الناس اللي ممكن تتعبني كمخرج يعني طفل في عنده ساعتها كان شتم 10 سنين ما تعبنيش زي ممكن ما يتعبني حد تاني كبير ومخضرم وخبير. يعني بتحصل في افلام ان يتعبك الكبير مش الصغير. زي مين؟ مش هقول يعني بس انت شيكو بتتعامل كمان مع الممثلين بشكل مباشر يعني اوقات بتقول له لا عمل كذا لا كذا وانت كمان لازم تكون مرتاح باللوكيشن وهو لازم يكون مرتاح كمان. كيف كنت عم تعمل مع طفل باول تجربه من تجاربه؟ طيب انا مقتنع ان علاقه مدير التصوير بالممثلين حساسه جدا صح خصوصا ان في فيها في في جزء فيه متاح وفي جزء مش بتاعك. في جزء لما نبدا نخش على مرحله الشغل والكلام ده بره 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 الاطار اللي احنا فيه ممكن يضر الموضوع جدا. ف انا علاقتي بعمر بالذات كانت لطيفه جدا. احنا كنا احنا الاثنين عيال بالنسبه لي في اثنين عيال في اللوكيشن احنا اثنين صغيرين جدا. انا ثلاثه ثانيه فكر عمر معكم هو عمر معانا طبعا بس في لحظه كده كان بيبقى هو اللي هو ايه خلاص بقى هنشتغل هنعمل بس هو عمر بصراحه ما كانش يعني ما كانش بيخذلنا في ده انه ممكن في وقت ما نهزر مع بعض نلعب كلنا عيال جدا بس وانس ان احنا هنبدا نشتغل بجد كان بيتحول جدا كانه ممثل محترف وموده بيتغير جدا وخلاص الكاميرا زي ما بنقول الكاميرا دارت خلاص عمر بيمثل مفيش فما كانتش في مشكله فعلا ما بين ان انا اتعامل مع عمر كطفل او كممثل لان ساعات بيبقى في قلق ان انت تشتته او تخوفه او ما يبقاش مرتاح. فمهم ان هو يبقى مرتاح للكاميرا مهم ان هو يصاحب الكاميرا نفسها ويحس ان الموضوع مش awkward مش حاجه ما يهبهاش يعني. ومهم برضو ان هو يفضل يحترمها ففي النص ده كان حاصل. وعمر بالنسبه لسنه لا ما ضايقناش خالص كان الموضوع اسهل بكتير. كان حابب الكاميرا وحابب الناس اللي حوالين الكاميرا وكان محترمها برضو ومديها قدرها من الاحترام. اكد على الجنود محدش يقتل فرجين. نعم انت اللي كنت تسرق من حنفي ولا دايما بقول انه الطفل اللي جواتك يلي ما كبر واللي ما بده يكبر هو اللي بيعرف يخلق حكايات حلوه. انا اعتقد انه الطفوله دايما بتكتب الاشياء ببراءه. عندك براءه الطفل لما بتكتب عمل يعني وهو كمان بيمتلك كمان من هي البراءه الطفوليه لاني بعرفه لشيكو يمكن اكثر. ما بتحس انه السينما هذا اليوم هي بحاجه له فعلا هذا الكم الكبير من البراءه والطفوله لحتى نقدر نخلق حكايات نحن نحب نسمعها ونعرف نقولها للناس؟ بالتاكيد يا لنا الطفل اللي جوايا او الطفل اللي جوانا كلنا هو اللي عنده مساحه انه يلعب وانه يجرب وانه يكتشف وعنده فضول ولسه عايز يثبت نفسه. الطفل ده انا بخاف يموت وبخاف انه في يوم يكبر وما يبقاش عنده لسه فضول وما يبقاش لسه عايز يجرب وما يبقاش لسه عايز يلعب ما
مبقاش عايز يفك العربيه ويشوف هي شغاله ازاي من جوه، ومبقاش عايز يعرف الباب المقفول ده وراه ايه، والبوكس اللي عمر ما حد فتحه ده يمكن يكون جواه ايه. فالطفل اللي جوانا اعتقد لازم نحميه، لان هو اللي بيطلع الابداع، وهو اللي مستعد ياخد مخاطرات، وهو اللي مستعد يكتشف اماكن ما حدش راحها قبله، وعنده حبه للمجهول اكتر من خوفه للمجهول. فطبعا بالمناسبه انا كنت هكتب قبل الفيلم ده، وبعد كده حسيت ان مش عايز اكتبه، كنت هكتب ان الفيلم ده اهداء للطفل اللي بداخلنا لعله لا يموت ابدا. يعني هو وده اللي نفسي يحصل، ان احنا حتى على فكره لو بكتب فيلم جد وعن موضوع جد جدا، اللي بيطلع الحاجات الجديده والحلوه اللي فيه هو الطفل اللي جوانا، مش الشخص اللي بقى ناضج وبقى قلقان وبقى خايف وبقى عايز يمشي في الامان وعايز. وانا بصراحه بكتش يعني عشان ارغم الطفل ده يطلع، تقريبا كل مشروع اخترته في حياتي انا كنت بختار اكتر مشروع عندي خايف منه، لان اكتر مشروع عندي خايف منه برغم نفسي ان انا اخشه علشان اكتشف ايه اللي هيحصل من وراه. لان هي مش بس في الشغل ومش بس في الحياه، يعني احنا موجودين علشان نعيش كل حاجه يعني نعيش عمرنا كله باعماره بحالاته بمشاكلنا بصحنا بغلطنا بكله. يعني ما نحاولش بصراحه، انا بالنسبه لي ما بحاولش ابقى مثالي خالص. ف مش ضروري كلام سليم. لا مش ضروري خالص نبقى مثاليين، مش هنعرف اصلا، مش هنبقى حقيقيين. بتتصرف من دماغك ليه؟ اطلع. ممكن امشي معاك؟ نفسي في يوم الاقي الباب بيخبط وافتحه والاقيك قدامي. شبح ظهري. انا بومي ميتين. مش مهم بيوحشوني ولا لا، مهم انا بوحشهم ولا لا. ليه بكيتوا كلكم لما خلص الفيلم؟ عمر بكي، شفته عم بكي، انت كمان كنت مدمع. يعني انا بصراحه يعني لو دمعت بعد الفيلم فده السبب، ليه دعوه بكميه الضغط اللي احنا عشناها عشان الفيلم يخلص ويلحق يتعرض في مهرجان البحر الاحمر. معك حق. لان كان ضغط ضغط ضغط، قلق قلق قلق، هنلحق ولا مش هنلحق. الفيلم فيه كان فيه جرافيكس كتير جدا، اتعملت في وقت قصير جدا، وبشكر الناس اللي ما نامتش شهر في اروما عشان في شركه اللي عملت الجرافيكس، علشان هم فعلا تعبوا جدا. وكان انا بالنسبه لي لما اتقال ان الفيلم هينزل البحر الاحمر كنت شايفه انه تقريبا ده شيء مستحيل ان احنا نلحق، فلحقنا. وخضم المهرجان وعشان الفيلم يتعرض باحسن صوره كان في ضغط كتير جدا وتوتر. فلما الفيلم اتعرض وخلص انا حسيت انه كانه يعني خلاص، يعني كاني كنت مستني حد بيعمل عمليه وهيطلع عايش ولا لا. ففي اخر الفيلم انا بصراحه حسيت كاني كان ضغط الدنيا جوايا وهدي. بصيت على شمالي شفت شيكو بيعطل اول مره في حياتي يمكن، وانه عيط بعد الفيلم. قلت له انا كده الفيلم نجح، يعني حتى لو ما حصلش اي حاجه تانية وانت بس دمعت ان الفيلم وأثر فيك وانت عارفه وانت صورته. يس. عمر طبعا عنده عمر من احلى الحاجات فيه، مش بس انه طفل وشقي ومجنون وذكي، ان هو عاطفي جدا. عمر طفل عاطفي جدا وبيحس الحاجات جدا، وده هيفيده جدا في التمثيل. يا رب يفضل كده. ان شاء الله ما بتشوفوا دموع بحياتكم. يا رب. انا بدي اشكر وجودكم، سعيده جدا بالنجاح، وبتمنى دائما اشوف قصصك وحكاياتك على الشاشه الكبيره، وبتمنى دائما يضل هذا التعاون الحلو بيناتكم، تضلوا رفقات اهم شيء، ويضل في بيناتكم شراكه فنيه ناجحه.